نقاش اللي هو متعلق بالمنظومة ديال الامتحان ديال رخصة السياقة. هذا الإطار هذا يعني عندنا مجموعة ديال الأوراق اللي هي مفتوحة مع الإخوان المهنيين. اليوم في هذا اللقاء هذا كنقوموا بالتقديم ديال السياره الذكيه لاجتياز امتحان التطبيقي لنيل رخصه السياقه في المغرب. هذا النظام الجديد اللي تم الاعداد ديالو بكفاءات مغربيه في اطار واحد الشراكه اللي جمعتنا مع جامعه محمد السادس متعدده التخصصات ببن قرير، واللي في اطار التعاون ما بين المهندسين والاطور ديال الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه وكذلك المهندسين والاطور ديال هذه الجامعه جعلتنا اننا اليوم نخرجوا بهذا المنتوج. شنو هي الخصائص ديال هذا المنتوج؟ هو انه نرفعوا من اولا كيهدف الى الرفع من المصداقيه ديال رخصه السياقه في بلادنا، ونتاكدوا على ان كل واحد كياخذ هذيك الرخصه ديال السياقه فكتعطى ليه عن جداره واستحقاق، وما كاين حتى شي محاباه يعني في هذه العمليه هذه، بحيث انه جميع المناورات اللي هي مفروضه بموجب القرار المحدد لامتحان نيل رخصه السياقه في الشق ديال التطبيقي سوف تحترم بحذافيرها، وبالتالي يعني سوف نتاكد من المناورات اللي كتتم داخل الحلبة، ولكن كذلك حتى السياقة في الفضاء الطرقي خارج الحلبة، وبالتالي جميع المناورات اللي كيمكن يقوم بها هذاك المترشح كيتم الرصد ديالها بواحد الشكل اللي هو صحيح وبشكل اللي هو اوتوماتيكي، وكنتعرفوا يعني بكل ما يقع داخل المركبة داخل السيارة أثناء العملية ديال الامتحان، كما أننا كنتأكدوا واش فعلا هذاك المترشح اللي هو موجود في السيارة واش هو المترشح اللي الملف ديالو وهو المترشح اللي دوز الامتحان النظري ونجح في النظري، بحيث كيتم التعرف على الصورة ديالو بهذا النظام واللي كيقوم بالتحليل ديال المعطيات وكتعطينا واش هذا فعلا كيتعلق الأمر بنفس المترشح أو لا. جينا يعني كنقدموا واحد السيارة ذكية اللي غيتم التوظيف ديالها في امتحانات تطبيقيه للحصول على شهاده رخصه السياقه. فهذا المشروع هذا كان مشروع اللي يعني سان بارتناريا ما بين جامعه محمد السادس ولا ناقصة ووزاره النقل واللوجيستيك، باش يمكننا نديروا طريقه جديده للتقييم ديال الامتحان اللي كيكون كيديروه لي كونديدا. فهاد السياره فيها مجموعه ديال التقنيات الحديثه اللي كتسمح لنا باش يعني نتعرفوا على لو كومبورتمون ديال السائق وحتى لونفيرونمون اللي هو فيه، يعني ديك سميتو المحيط البيئي ديالو، وكنشوفوا واش التصرفات ديالو كانت بالضبط لائقه لهذاك الميدان اللي يعني ليكزامان اللي كيدير، وكيمكننا يعني نديروا ليفالواسيون ديالو ديال التقييم ديال هذاك السياقه. لو فات بان عندنا السياره هي اللي كدير هذا التقييم عندها معنى بزاف. اول حاجه هي اننا يعني هذا الامتحان كيكون كل شيء كيدوز بنفس الطريقه، يعني شي واحد اللي كان في الرباط ولا في لو سونتر ديال سلا ولا ديال طنجه ولا العيون عنده نفس الامتحان كيدوزوا، لان لي زيتاب وحده مور الاخرى سي يعني سي اون سكسيسيون اللي سميتو السياره اللي كتقوم بها. الحاجه الثانيه اللي مهمه هي اننا كنتاكدوا بان كاين لي زيلمون ديال الموضوعيه والشفافيه في هذا الامتحان هذا، وهذا زعما افتخار لنا بانه يعني مشروع اللي تصاوب بتقنيات ودي كومبيتونس ماروكين.